Yeah, I'm coming. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are here on the FAO bridge. نحن هنا على الكوبري الفاو اللي بنون الفاو, وهناك في السابونة البراج بتاعته اللي هو الهويس اللي تخش منه المياه عشان تنزل بيت نهر. زي ما احنا شايفين هنا هو ان المشكلة الكبيرة اللي موجودة هنا هي موجودة في الأشجار اللي موقفة المية عشان ما يخش هناك في الهويس ويطلع في الناحية التانية. بتحصل هنا أمطار كثيرة على النهر, بتحصل فيضانات, فالمية بتروح على الجانبين من كل حتة. هنا برضك في بوابات تحتينا هنا هو زي ما احنا شايفينها. البوابات دي مش بتشتغل يعني, فبالتالي لما بيحصل المية بتزداد معدلها ان هو من الامطار بتخلي اللي هو الفيضانات تحصل في الناحيه الثانيه. زي ما احنا شايفين الميه هنا اهو, شوف الميه هنا وجايه وواقفه ما بتتحركش من تحتينا, وده ليه؟ لان البوابات مقفوله مش عارفين يفتحوها, عايزين يصلحوها, وبقالها يمكن 20 سنه او اكتر ما صلحتش. فدي احد اشياء المشاريع بتاعت اللي هو كيف ندير المياه في مثل هذه المناطق عشان نمنع الفيضانات. لا يختلف تماما السيستم ده عن الاشياء اللي احنا شفناها قبل كده اللي بتعتمد على مياه الامطار. ونراكم في اماكن تانية, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.